الدوري الانجليزي لكرة القدم. الكرة دي فن ولعب كبير، السنة اللي قال دي مدرسة، اوروبا الدوري تعيش معاه، اتفرج بقى على الاستاذ. تحليل خطير مش اي كلام، مع ميدو سيف وحازم امام، يعني الموضوع ما فيهوش هزار. ستارز اوف فانتسي ولا LG OLED بخاصية 100 مليون سيلفليت بيكسلز، لما تكون كل نقطة قدامك واضحة وفي مكانها الطبيعي. لما تكون كل حاجة بتشوفها معبرة أكتر، ولما تكون كل حاجة بتجربها واقعية أكتر ومتجاوبة معاك أكتر، كأنك فيه. كل ثانية قدامه بتخطف العين. قوة السيلف ليد بيكسلز LG OLED. يا نهار الشوق على أجمل ناس، إحساس الحب هو جمعنا، هنعيش عمرنا ما خلاص، هنعيش فرحتنا إيه معنا. يا نهار الشوق على أجمل ناس، إحساس الحب هو جمعنا، هنعيش عمرنا ما خلاص، هنعيش فرحتنا ايه منعنا. طول يا نهار للفرحانين، اللحظة الحلوة لازم تتعاش، واستني يا شمس كمان ساعتين وبلاش، دلوقتي تغيب غيبي بلاش. طول يا ليل ما تفارقناش، نسينا كل اللي فات كده بالمرة، واسهر معانا يا ليل وما تسيبناش، هي الحياة هنعيشها دي كم مرة. طول يا ليل ما تفارقناش، نسينا كل اللي فات كده بالمرة، واسهر معانا يا ليل وما تسيبناش، هي الحياة هنعيشها دي كم مرة. للفرحة مكان، زاد دلوقتي في الشيخ زايد والقاهرة الجديدة. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، يوم جديد ستارز اوف فانتسي العالمي، والثعلب النهارده العالمي واضح ان هو عامل شغل كبير جدا جدا في رمضان، واضح ان هو بيجي على موضوع طبعا الهدايه والصلاه والهدوء اللي هو فيه. يا عالمي،
يا كابتن سيف. صباح الفل. صباح الفل، عامل ايه؟ رمضان كريم. الله اكبر. صباح طيبين. صباح طيب يا كابتن حسن. صباح طيب. صباح طيب. صباح طيب والساده المشاهدين طيبين يا رب. بس رمضان ده فارق معاك؟ الحمد لله. سامع ان في صلاه، في هدايه، في الامور. الحمد لله. الدنيا ماشيه بشكل كويس. الحمد لله. في صوم. في صوم الحمد لله. الحمد لله. اسهل حاجه في الدنيا على فكره. وماله بيقول لك ايه في صوم؟ اسهل حاجه في الدنيا ان انت تعلن كل حاجه كويسه بتعملها زي ما في ناس بتعمل. على كابتن حازم. انت بتشاور عليا؟ بشاور عليك طبعا. لا ايه بتقول؟ قالي يا سامر كشف ليه؟ لا بس انت بصراحه انا اقول لك بصراحه، انت ما تمنيتلوش الخير. احساسك وانت بتقولها مش فرحان بيه بدايته. قلت ان في ناس اسهل حاجه ان هي بتبين كل حاجه كويسه بتعملها. يعني قصده ان الناس دي بتبقى يعني فاهم قصدي؟ بتبين. وانا مش صادقه يعني. ولا لما اصوم واصلي دي حاجه لا وتبين بقى. طبيعي. ليه بصلي بس اروح اعمل لايف ان انا بصلي على انستجرام وانا بصلي؟ بصلي وانت بتقرا من المصحف. بس رمضان مختلف السنه دي معاك. الحمد لله. على فكره عايز اقول لك حاجه، في الحاجات دي ناس كتيره جدا لما تشوف مثلا ميدو بيعمل الحاجات دي وبتاع تبقى خطوه كويسه جدا للناس. بص يا سيف، في مدرستين في الكلام ده. في ناس من جوه وحشه صح، بس بتعمل حاجات عشان تبين الناس بتعمل حاجه كويسه. انا راجل مؤمن. انا لا مش كابتن حازم، انا راجل مؤمن ان انت عشان توصل رساله كويسه لازم انت تكون بتعملها. مهم جدا ان انت الناس بتعرف مين البني ادم الفيك ومين البني ادم في ناس طبعا بتنجرف ورا الكلام ده، لكن الناس بتعرف مين البني ادم اللي بيطلع حاجه من قلبه وبيقول حاجه من قلبه واللي ما بيعملش كده. طيب النهارده متقدم انت على التعلم. النهارده اسبوع وحش قوي بصراحه. الاسبوع اساسا وحش، يعني نقط حتى ميدو كام؟ 46 ولا 45؟ 41. 41 ولا 35. اسبوع وحش جدا جدا لكل الناس على فكره، مش لينا احنا بس. يعني الارقام الماتشات كلها ما ادتش الطبيعه بتاعها. يعني مانشستر سيتي بيخسر من ليدز، فده كان بالنسبه لك في لعيبه في مانشستر سيتي كتير. انا كان عندي محرز وعندي جوندوجان الاثنين ما لعبوش اساسا، وكنت عايز جوندوجان كابتن. بس المفروض نزل المفروض الشوط الثاني، المفروض ما نختارش لعيبه من السيتي تاني. انا مش هاخدهم تاني لان هو الراجل بيعمل روتيشن رهيب. يعني ستيرلينج ما بيلعبش مره واحده، تلاقي محرز ما بيلعبش مره، ما تعرفش مين اللي فوق. كنت عايز جوندوجان كابتن نزله الشوط الثاني. انا اللي فوقني دانك في برايتون، 8 نقط وكلين شيت. برايتون عامل ماتش كبير جدا مع ايفرتون 0-0. وطبعا واتكنز في استون فيلا اتغلبوا 2-1 من ليفربول، بس هو اللي جاب الجول. خد 8 8 بوينتس، خد 8 نقط، جول وثلاثه اسيست وثلاثه بونص. وفي لعيبه طبعا يعني مثلا حطيت دياز، ودياز زي ما قلت لك لعيبه السيتي دايما ما تعرفلهاش حاجه، ما بداش وما شاركش كمان، فما خدت فيه 0 بوينتس. فرنانديز رغم ان برونو رغم ان هم كسبوا توتنهام 3-1 الا ان هو لعب ماتش يعني عادي، مفيش اي اسيست ولا اي حاجه، خدت منه نقطتين بس. برضو الكارثه بيل نزل وكان وحش جدا، مش خالص. انا شلت الاسبوع اللي فات، لازم يتشال بيل ده بجد والله العظيم. الحق بقى، لا تحس بجد يعني. بس خلي بالك هم دبل ويك الاسبوع عندهم دبل جيمز. بس انت مين قالك ان هو هيلعب؟ يعني انا بتهيألي ان مورينيو حد بقى من توتنهام. انا بتهيألي ان مورينيو عنده ماتشين. انا بتهيألي ان مورينيو جيف اب اون هيم والناس كلها. يعني هو في مدريد كان بيلعب جولف ومتعور وبتاع، راح توتنهام المفروض نيو تشالنج، المفروض نادي النادي بتاعه، يعني النادي بتاعه. برضه تحس ان هو كيرلس كده بيل، تحس ان هو مش في دماغه زي الاول. تعلم اللي فوقك فوق. اسبوع صعب قوي يعني بالنسبه لي. خلي بالك النتائج يا سيف، النتائج فرقت جدا. يعني اللي بقول لك مثلا مانشستر سيتي، انا كان عندي محرز وكان عندي جوندوجان، حاطط جوندوجان كابتن، ما لعبش اساسا محرز خالص، وجوندوجان نزل الشوط الثاني وما عملش حاجه، كانوا خسرانين فخدت نقطتين من الكابتنه، يعني ما استفدتش. حطيت برونو فرنانديش نفس الكلام زي ما ميدو قال، ما عملش حاجه خالص، فخدت نقطتين. انا نص الملعب كله عندي نقطتين، رافينيا جاب لي نقطتين، يوتا قلت احط يوتا عشان ماشي كويس في ليفربول، ما عملش حاجه خالص، ما جابش حاجه، فنقطتين برضو. اللي كويس هو بالنسبه لي كان واتكنز جون طبعا مع 3 بونص، وكين في ايفرتون تعادل، خد كلين شيت فخمس نقط. كوفال مع انه كان كاسبين 3-0 وعمل جون، كان هيعمل بونص كويس، دخل فيهم جونين في اخر ثلث ساعه، بقى 3-2، فدي نزلت منه شويه وخليته 4 نقط، بعد كان ممكن يبقى 8 او 9. اسبوع صعب بصراحه، اسبوع مش لذيذ يعني، لكن ان شاء الله نعوض الاسبوع الجاي. ميدو افضل ماتش الاسبوع ده؟ يعني ليفربول انا شايفه حاسس ان هو استسلم. والله بص ليفربول كويس. ليفربول بعد ما طلع من الشامبيونز ليج هيبقى فيه تركيز اكتر. هو خلاص عندهم هدف واحد دلوقتي ان هم يحاولوا يخلصوا في التوب فور،
رغم من صعوبه المباراه. ايه في الماتش الاخير بتاع ريال اخر ماتش؟ ماتش السكند ليج لعبه كويس. هو الماتش الاولاني خلاص هو اللي خلص. كان ماتش تاني. الماتش التاني كانوا كويسين جدا. ضيعوا فرص يعني، حتى كلوب طلع بعد الماتش قال ضيعوا فرص المفروض طبيعي ان هم كانوا يجيبوها جوان. صلاح كان عنده واحده في اول الماتش. لكن زيدان تاني يا سيف بيثبت ان هو مدرب كبير جدا. انت عارف غيابات كبيره جدا في يعني الديفنس كله مش موجود. فاران وراموس كل اللعيبه مش اللعيبه الاساسيه مش موجوده، ورغم كده زيدان بيثبت ان هو بيعرف ازاي يدير الماتشات بتاعت النوك اوت الماتشات الكبيره. بس الشوط الثاني ساب الاستحواذ كله ليفربول وقافل. ما عندوش مشكله سيف، هو ان هو بيلعب على هدف معين ان هو يخش فيه جول وان هو يقفل كويس، وهو عارف ان الكواليتي بتاعت المدافعين اللي عنده ما ينفعش ان هو يفتح الجيم. انت لما يكون عندك مدافعين كويسين يا سيف تقدر ان انت ممكن تفتح الجيم، لان انت عارف ان انت ورا مثلا عندك سرعات، عندك لعيبه بتعرف تغطي كويس، عندك خبرات ما تبيعش نفسها. ان هو عارف الكواليتي بتاعت اللعيبه اللي بتلعب الماتش ده لازم يحافظ عليهم يحميهم بلعيبه حواليهم اعز، وهو ده ذكاء زيدان ان هو لاعب على الكواليتي بتاعت لعيبه. ليفربول هيقدر يحافظ على الـ على الـ على الـ على الفرقه السنه الجايه بنفس الشكل ده؟ كمل معاه تاني. لا كنت حاجه، انت لما بتشوفه تقعد تساله بس. ها بتشوفه تقعد تساله بس عشان بشوفه كتير فهو بيوحشك شكل. قول لي يا بيه عاوز اسالك انت. اتفضل يا استاذ النائب، انا اسف. لا مش هينفع كده، قول لي تاني كده. اصل كنت معايا قبل الفطار فيديو منك. انا بقيت الاحظ وشك حافظه. طيب ليفربول يعني انا لما بصيلك السؤال انت كويس، ليفربول هيقدر يحافظ على الفرقه للسنه الجايه بالشكل ده؟ هي المشكله مش يحافظ على الفرقه، هي المشكله يحافظ على المستوى، ان مستوى الفرقه مش هو يعني. سيبك طبعا من الناحيه الدفاعيه ان هما فان دايك والناس الطاقم الدفاع كله متغير، تبقى او السيد باكين على الاقل طبعا ما ينفعش يلعب بكاباك والناس اللي بتلعب دي مع ريال مدريد، ويعني ماتشات كتيره كان فيها اسباب اخطاء دفاعيه. لكن هجوميا ليفربول كان هجوميا من اقوى الفرق اللي في اوروبا كلها مش في انجلترا بس. حاله فيرمينيو وحاله ساديو ماني بعيد جدا عن مستواهم، بعيد جدا جدا جدا، وبيباصوا وتحس ان بيباصوا يعني. الوحيد اللي ماسك نفسه هو محمد صلاح، خلي بالك محمد صلاح هو اللي معيشهم في المركز حتى السادس ده او الخامس، هو اللي معيشهم فيه. لان ساديو ماني اخر مره جاب جون امتى؟ فيرمينيو اخر مره جاب جون امتى؟ ما بقوش زي الاول. وبعدين ليفربول ما بيلعبش بلاي ميكر مثلا، بيلعب بثلاث ديفندر، ثلاثه نص ملعب ديفندرات بتكمل، فما فيش البلاي ميكر اللي يلعب الناس مثلا، او لازم يبقوا ثلاثه اللي قدام كويسين. فانت ما عندكش غير صلاح بس، هو اللي دايما شارب، اللي بيجيب اجوان، اللي بيحاول يعمل اجوان، اللي بيجيب يضيع اجوان يعني على طول على الجون. لكن التانيين الاثنين في حاله يرثى لها يعني. فهي دي المشكله، ان انت هل هم اتحفظوا طريقه لعبهم اتحفظت، فبالتالي مش عارفين، ما عندهمش حلول، لان بقت مشكله على كل الاصعده مع كل الفرق الكبيره والصغير بماتشات كلها معاناه شديده جدا. لولا صلاح في ماتشات كتيره بيجيب جون الفرقه مش عارفه تجيب حاجه. ف هي ليفربول عندها فرقه كويسه هيحافظ عليها، مش مهم حافظ، مهم مستواهم يعلى. الفرقه مستواها بينزل، هي دي المشكله. اللعيبه المهمه عنده مستواها بينزل، الكسندر مستواه نزل جدا عن السنه اللي فاتت يعني. هتلاقي نص اللعيبه اللي هي منتخب انجلترا مش عايزين يعني مش معظم اللعيبه، حتى اليسون بيكر مستواه نازل جدا يعني. طبعا عنده حاسه بابا اكيد بتفرق معاه طبعا، لكن معظم الفرقه حالتها الفنيه مش هي يعني 50% من السنه اللي فاتت. فعشان كده عايز اقول لك حاجه، الفرقه دي حازم غياب الجمهور عامل 50% من مستواها. انا بحس ان كل طبعًا الفرق طبعًا مستوى نازل طبعا. لا بالذات الانفيلد، الانفيلد جمهور، كل الفرق اللي عندها جمهور او عندها ملعب قوي مع جمهور قوي بتفرق معاها جدا في ملعبها اكيد اكيد يعني. مانشستر يونايتد، ليفربول، ميدو اكتر مني اكيد، رايت توتنهام مثلا في ملعبه كان في الوايت هارت لين، كان ملعب صغير وملعب فعدم وجود الجمهور ما عادش تفرق بقى الماتش فين مين مع مين يعني. طبعًا انت ارضك ايه خلاص. انت متخيل مثلا ان كان مثلا عمر مثلا بيرنلي هيكسبوا مثلا ليفربول في انفيلد بجمهور، او برايتون او مثلا ويست بروم يكسبوا تشيلسي. ويست بروم لا ويست بروم يكسبوا ليفربول كمان في انفيلد، تشيلسي 5 تشيلسي، فرق الجمهور بيعمل فرق كبير. حازم افضل ماتش الاسبوع اللي جاي، الجوله الاسبوع اللي جاي في اول حاجه الجمعه طبعا ايفرتون توتنهام، ده ماتش حلو، الاثنين بيلعبوا على المركز الرابع، لسه في امل ليهم المركز الرابع. عايز برضو في يعني ما فيش قوي، ليدز وليفربول حلو برضو. ليدز وليفربول ماتش هجومي، ليدز عمل ماتش الاسبوع اللي فات مع مانشستر سيتي، كسب الاستاذ كسب التنيس زي ما يقال يعني، او ما بيقولوا دايما جوارديولا دايما بيحب بيلسا، وعمل ماتش قدامه كويس جدا وجاب جون في اخر دقيقه وكسب 2-1. فاكيد هيعمل ماتش كويس مع ليفربول برضو. ليدز
لكن يمكن يعني اقوى ماتش متهيألي هيبقى هو الماتش ده اللي هو ايفرتون توتنهام نوعا ما في موازين القوى قريبه من بعض يعني. طيب نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نشوف نصايح العالمي والثعلب للناس ايه لكل واحد عايز يعمل فرقه الاسبوع الجاي يعملها ازاي بعد الفاصل. LG OLED بخاصيه ال 100 مليون سيلف ليد بيكسلز، لما تكون كل نقطة قدامك واضحة وفي مكانها الطبيعي لما تكون كل حاجة بتشوفها معبرة أكتر ولما تكون كل حاجة بتجربها واقعية أكتر ومتجاوبة معاك أكتر كأنك فيه كل ثانية قدامه بتخطف العين قوة السيلف ليد بيكسلز LG OLED. يا نهار الشوق على أجمل ناس إحساس الحب هو جمعنا هنعيش عمرنا ما خلاص هنعيش فرحتنا إيه معنا يا نهار الشوق على أجمل ناس إحساس الحب هو جمعنا هنعيش عمرنا ما خلاص هنعيش فرحتنا إيه معنا كده بالمرة واسهر معانا يا ليل وما تسيبناش هي الحياة هنعيشها دي كم مرة طول يا ليل ما تفارقناش نسينا كل اللي فات كده بالمرة واسهر معانا يا ليل وما تسيبناش هي الحياة هنعيشها دي كم مرة للفرحة مكان زاد دلوقتي في الشيخ زايد بالقاهرة الجديدة رجعنا لكم تاني ونرجع نشوف الثعلب العالمي هيرشحوا الاسبوع اللي جاي للناس مين اتفضل كابتن حازم اتفضل يلا لا لسه مخلص اتفضل يا كابتن حازم اتفضل شكرا اتفضل يا حبيبي لا يعني لو الناس طبعا احنا يعني ارقامنا طبعا في ناس احسن مننا بكتير بس يعني نظر والله العظيم انا كان عندي كلمه كنت عايز اقول كانت نفعت نفسها ايوه يعني قلت ماشي يعني بس مثلا اللي عنده اكيد لو عندك ترانسفير فري ولا حاجه هات حد من توتنهام عنده دبل جيم هيلعب ماتشين
فممكن يعمل نقط كويسه. فاللي عنده حد او عنده ترانسفير او في لعيبه توتنهام يحطها كتير في الفتره دي او الاسبوع ده. برونو فرنانديز برضو طبعا الاسبوع اللي فات بقاله اسبوعين ثلاثه مش في احسن حالاته، لكن عنده ماتش بيرلي في ملعبه ممكن يجيب نقط. لاكازيت ماشي كويس قوي في الدوري الفتره اللي فاتت، عنده فولهام اسوأ تقريبا دفاع في الدوري الانجليزي، فبرضه ممكن يبقى فايق يحط عنده. انا حطيت عندي لاكازيت الاسبوع ده على فكره. وفي حراسه المرمى باتريسيو حارس وولفز يعني ماشي بشكل كويس الفتره اللي فاتت، من عمل كلين شيتس كتير وماشي بشكل جيد، ممكن برضه يبقى اختيار موفق لحراسه المرمى يعني. ميدو طبعا زي ما كابتن حازم قال دبل جيم ويك بالنسبه لتوتنهام، فهاري كين يعني ماتشين مهمين جدا ايفرتون وساوثهامبتون. صلاح دلوقتي بعد ما ركزوا في البريمير ليج عندهم ماتش قدام ليدز، وليدز الديفنس بتاعهم وحش دايما بيسيبوا مساحات كتير مع السرعات بتاعت صلاح، ان شاء الله صلاح يقدر ان هو يجيب جول. ايناتشو ليستر سيتي ماشي كويس جدا الاسابيع الاخيره، عندهم ماتش مع ويست بروم في فرصه ان هم يجيبوا جوان. اخيرا كريستيان بوليسيتش من تشيلسي ماشي كويس الفتره اللي فاتت، وعندهم ماتش مع برايتون عنده فرصه ان هو ممكن يعمل اسيست او يجيب جول. طيب مين يعني هل صلاح هيقدر يكمل على الصراع الهداف مع كين ولا الامور هتبقى صعبه؟ لا اعتقد صلاح هيفصل يعني صلاح يمكن او ليفربول السنه دي كلها من نص من الدور الثاني تقريبا ليفربول مش في حالته الطبيعيه، لكن دايما صلاح هو الهداف هو اللي بيجيب اجوان. اعتقد هيكمل، هو عنده هدف يفصل، بيبقى دايما الهداف عنده هدف دايما ان هو يبقى احسن واحد. متهيألي هيقدر يكمل لغايه اخر موسم منافسه مع توتنهام، خصوصا كمان ان هو خلاص ما بقاش فيه زي ما ميدو قال تشامبيونز ليج، فهيبقى دايما مركز على بطوله الدوري يعني. طيب نخش بقى بعد الفاصل على التحديات وفقره التحديات مع العالمي والثعلب بعد الفاصل. LG OLED بخاصية ال 100 مليون سيلف ليد بيكسلز، لما تكون كل نقطة قدامك واضحة وفي مكانها الطبيعي، لما تكون كل حاجة بتشوفها معبرة أكتر، ولما تكون كل حاجة بتجربها واقعية أكتر ومتجاوبة معاك أكتر كأنك فيه. كل ثانية قدامه بتخطف العين. قوة السيلف ليد بيكسلز LG OLED. يا نهار الشوق على أجمل ناس، إحساس الحب هو جمعنا، هنعيش عمرنا ما خلاص، هنعيش فرحتنا إيه معنا. يا نهار الشوق على أجمل ناس، إحساس الحب هو جمعنا، هنعيش عمرنا ما خلاص، هنعيش فرحتنا إيه معنا. هي الحياة هنعيشها دي كم مرة، طول يا ليل ما تفارقناش، نسينا كل اللي فات كده بالمرة، وسهر معانا يا ليل وما تسيبناش،
هي الحياة هنعيشها دي كام مرة. للفرحة مكان. زاد دلوقتي في الشيخ زايد بالقاهرة الجديدة. نشوف آخر التحدي مع تعلب والعالمي ونشوف كل واحد هيعمل اللي ايه. اللي جاوب الأول يا فندم؟ اللي جاوب الأول؟ اللي جاوب صح. اللي جاوب صح. اللي جاوب الأول. ماشي. مين ماشي. أكتر فريق حقق تعادلات في الموسم الحالي؟ إيه؟ إيه؟ مين أكتر فريق حقق تعادلات السنة دي في الدوري الإنجليزي؟ وولفرهامبتون. برافو عليك. أنت ليه السرعة دي؟ غلط طبعًا. غلط؟ غلط طبعًا. غلط. طب اديني اختيارات بس. اختيارات ايه؟ هو مفيش اختيارات يا جماعه. انت قول اختيارات انت. استنى بس يا جماعه نفكر بس. اكتر فريق حقق تعادلات. طب ادي اختيارات يا كابتن سيف بس. ادي اي ثلاث فرق والنص. استنى بس يا عم تسيبه يا عم مش هتعرف. دافع كويس. طيب هي الفرقه اتعادلت 12 مره. ليفربول. برافو عليك. لا اصل ليفربول اتعادلت جونشات كتير في النص. يا عم لا. ايوه اتعادلت جونشات كتير في الاخر. طب ادي كده ثلاث اختيارات واحد اختار يا سيف. شيفيلد يونايتد. ما تقول يا عم. شيفيلد يونايتد. ايه تاني؟ انا هديك ثلاث حلول. أيوة حلو كده. هديك ثلاث حلول. قول ثلاثه إيه؟ مش واحد. قول الثلاثه لو فيهم واحد صح همشي. ماشي. انا اقول ثلاث حلول. اه حلو كده يا عم. قول ثلاث فرق. اكتر فرق بيرنلي. تمام ادي واحده. ها استنى افتكر يا عم. تقول لنا عيد اللي انت. طب انت ثلاثه واحنا نختار. الطبيعي ان انت تقول لنا ثلاثه واحنا نختار منهم واحد. كلها فرق وحشه. انا هديك ثلاث فرق في الدوري الممتاز. بيرلي قلت لك. استون فيلا. اي استون فيلا. برافو عليك. اجابه غلط. ايه تاني دي؟ ما اعرفش يا عم. تقول الاجابه. قول الاجابه عادي. برايتون 12 مره. برايتون. والله كنت اقول. طب مين بعديها؟ لا استون فيلا. انا استون فيلا كان في الزون الاول. يا عم بص تعبتني والله. كنت اقول برايتون برضه في البرنامج. اقول له كده يعمل لي ازاي؟ اه ده لعيب كبير جدا جدا. ايوه اسمه ايه؟ قال لي انت جبت جول في تونس مين؟ نسيت. اقول له جبت في تونس مين؟ يقول لي ايه؟ لا اقول له اسم الراجل. الفقره كده بيقول لي جون. لا جون كبير جدا جدا. طب يلا. طيب عمال اتوه عشان افتكر الاسم. مش عارف اجيب. مين الفريق الوحيد اللي ما خسرش في اخر خمس مباريات في الدوري الانجليزي؟ الفريق الوحيد ما خسرش اخر خمس جولات في الدوري الانجليزي. كلهم خسروا يا جماعه. ما تديني يا عم دايما. بص اي سؤال. مانشستر يونايتد. لا يا عم خسروا من قريب. برافو عليك صح. ليدز. ها؟ لا ليدز. لا ليدز خسروا. انت ليه دفعت وقلت له لا يا عم؟ والله مانشستر يونايتد. دي واحده. ليه دفعت عشان ليه؟ مانشستر يونايتد. والله مانشستر يونايتد خسر قريب يا ابني. لا 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 هو ايوه صح. لا انت عرفتها منين بقى ان هي كده؟ يعني هي مانشستر يونايتد. ايوه يعني ايه يعني انت متابع ام الدوري. بس برافو عليك والله. متابع جاي يعني. غلط. ها غلط. غلط صح. صح صح صح. ماشي 2-0. 2-0 ايه؟ 1-0. هو 1-0 بس. جاب حاجه. 1-0 ماشي والتاني. يلا اخر واحد. مفيش يا عم انت مستعجل ليه؟ بس جه سؤالين. لا لا اسف. لا انت امكانياتك واحد تالت. انا كسبان اكتر من سؤالين. افرض انا جبت واحد وهو واحد كنا هيتعادل. انت ما جبتش حاجه. ايوه افرض يعني. مفيش. لا ماشي. يلا شوفكم على خير. ان شاء الله طيبين يا جماعه. انهي الحلقه. طيب كل سنه وانتم طيبين. نشوفكم ان شاء الله باذن الله في حلقه جديده مع العالمي والثعلب في ستارز اوف فانتسي. خطير مش اي كلام. عميد وسيف وحزم امام. يعني الموضوع ما فيهوش هزار. ستارز اوف فانتسي.